شكا أهالي نجد قسيم بمديرية المصراخ في محافظة تعز من تعثر أعمال صيانة مشروع طريق تعز التربة. وخلال زيارة ميدانية لقناة يمن شباب إلى المنطقة، عبر الناس عن سخطهم إزاء المماطلة في إعادة زفلتة الطريق بعد إزالة الإسفلت السابق بغرض تجديده. وقال المواطنون إن الفشل في المشروع تسبب بوقوع عدد من حوادث السير التي أودت بحياة عدد من أبناء المنطقة والمسافرين خلال الأيام الماضية. وأضافوا أن السفر خلف معاناة كبيرة على السكان، وخاصة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن، مشددين على ضرورة السرعة في استكمال المشروع لإنهاء معاناة السكان. المشكلة يعني الطريق الآن أقول لك سببت يعني بسبب يعني عدم سفلتها وعودتها كما كانت سببت حوادث. يعني قبل يومين أسرة كاملة تنتهي، أب وطفلين، بسبب الحادث الأب والطفل توفى والطفل الثاني في العناية المركزة، وسائق الموتر يعني بسبب هروب الباص إلى الموتر وكان حادث. في اليوم الأول الطفل كمان يعني مار في الطريق وصاحب سيارة هارب من الحفر أودى بحياة الطفل وانتهى. يعني هذه كارثة الآن، نرجو من السلطات المحلية والجهات الداعمة والمنظمات الالتفات وإصلاح هذه الطريق. المشكلة يعني معاناة يعني قسيمة المواطنين على الطريق هذه، وعود بالإصلاحات وعود متكررة ولم يوفي يعني الطرف الملتزم بذلك بالوعود، مما سبب المواطن من معاناة يعني كتلوث في الهواء وأضرار يعني في خط المشي للمواطنين، كذلك سبب تصرف المياه. وانا عندما اريد ان اسافر من مثلا من مديريه المصراخ او من النشمه الى محافظه تعز، يعني يسبب لي كثير من الالم والمخاطر، او بالنسبه لل كذلك النساء الحوامل الشيخوخه، يعني لم يستطيعوا السفر بسبب عوده الطريق.